تحت شعار من أرض السوسنة لأرض النرج السلام، اختتمت في العاصمة الأردنية عمان حفلات مهرجان أعياد نوروز التي أقيمت برعاية منظمة قنديل للمحافظة على الثقافة والتراث الكردي. الرسالة تقريبا كانت واضحة، يعني أنه مفاهيم التعايش المشترك والحفاظ على الموروث الثقافي للشعوب، وبأيضا أنه من حق كل شعب أنه يعبر عن موروث الثقافي بالشكل اللي هو يرغب في التعبير عنه. هذا المهرجان نوصل رسالة كبيرة للعالم أجمع، للعالم الغربي قبل العالم العربي، أنه إحنا يد واحدة نعمل نحتفل بعيد كردي من كل القوميات والأطياف، نحتفل في هذا اليوم وإحنا حاملين رسالة سلام وحب. جينا إحنا من دهوك، مدينة دهوك، جينا على الوطن العربي نقدم هاي اللوحات، يعني على متعالم تعرفنا أكثر وأكثر خلال تراثنا. المهرجان تخلله عرض أزياء لمصممين كبار وهواة، حيث تابعت لجنة التحكيم العرض وتفاصيله بدقة، واختارت المصممة الشابة بنان حسين كامل أفضل مصممة أزياء. بنان حسين كامل. بنان حسين كامل. ما كان ببالي بس أفوز وهاي، بالعكس ما كنت متوقعتها الصراحة يعني، بس كان هدفي الأول والرئيسي أنه نرجع نظهر بصورة واحدة كعراقيين أكراد شيعة سنة، وهذا كان هدفي بالمشاركة. ويعني طبعا سعدت أكثر وأكثر من فزت ونلت الجائزة، يعني هاي نعمة من رب العالمين، الحمد لله. بنان أكدت أن تصميم الأزياء كان هواية صغيرة لديها، وأحبت تطوير نفسها في هذا المجال، الأمر الذي دفعها لدراسته بشكل يمكنها من التفوق والنجاح بالتصاميم التي تعرضها. هي بالحقيقة موهبة بلشت عندي، بلشت أسويها إلي وأمارسها بأي مناسبة تجيني أو شيء، بلشت أطورها. أنا هسه يعني طالبة بجامعة أدرس بها فاشن فرنسية، راح أتحفظ عن اسمها هسه، بس بلشت أطور روحي شوي شوي بالدراسة. ما بين هواية وتطوير للذات، استطاعت بنان حسين كامل حصد لقب أفضل مصممة أزياء في أول مشاركة لها بمهرجان لعرض الأزياء، الأمر الذي يدفعها للمضي قدما بتطوير موهبتها في مجال التصميم ووضع اسمها في قائمة مصممي الأزياء العالميين. من العاصمة الأردنية عمان، سالين القطان، قناة التغيير.